السلام عليكم. شركة ريدمي وشركة ريلمي بيصعدوا المنافسة لأقصى حد، وفي تسريبات إن الشركتين كل واحدة فيهم هتنزل هاتف بيحمل اسم إكس، ريدمي إكس وريلمي إكس. خلونا نتعرف مع بعض على المواصفات وفقا للتسريبات اللي تعتبر شبه مؤكدة. نبدأ بشركة ريلمي اللي المفروض إنها هتنزل هاتف هيحمل اسم ريلمي إكس. الهاتف هينزل بأحدث معالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 855، والشاشة هتبقى بقياس 6.5 بوصة فول اتش دي بدون اي نوتش، لان الكاميرا الامامية هتكون كاميرا بوب اب او كاميرا بتنبثق من اعلى الهاتف. والتسريبات بتقول انها هتيجي بدقة 16 ميجا بكسل، والحواف في الشاشة تكاد تكون معدومة من الجوانب والاعلى، ولكن في حواف في الاسفل وشكلها كبير شوية. الهاتف هيجي بكاميرتين في الخلف، الرئيسية هتكون بدقة 48 ميجا بكسل ومستشعر من سوني IMX586، والكاميرا التانية مفيش عنها اي معلومات. ومش واضح اذا كان الهاتف هيجي ببصمة في الشاشة ولا لا، لان مش معروف هل الشاشة هتكون LCD ولا AMOLED، ولكن متوقع انها هتكون شاشة AMOLED وهيكون في بصمة، لان مش معقول المواصفات دي تيجي مع شاشة LCD. البطارية تعتبر مش قوية قوي لانها هتكون بسعة 3680. وبالنسبة للسعر ففي تسريبات بتقول ان الهاتف هيتم اطلاقه في الهند ب 31000 روبي، يعني حوالي 446 دولار. والجهاز ده المفروض انه هيبقى منافس قوي لوان بلس 7 والبوكوفون اف 2. نروح بقى على ريدمي، واللي برضك هتنزل هاتف بيحمل اسم ريدمي اكس. وفقا للتسريبات فالشاشة هتيجي بقياس 6.36 بوصة فول اتش دي بلس، والتسريبات بتقول ان البصمة هتكون مدمجة في الشاشة، وبكده هتكون الشاشة AMOLED مش LCD. الهاتف هيجي بأحدث معالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 855 مع رامات 8 جيجا ومساحة داخلية 128. الحواف في الشاشة تعتبر معدومة من الجوانب ومن الأعلى، ولكن من الأسفل في حواف ولكنها تعتبر بسيطة مش زي الريلمي إكس. الكاميرا الأمامية هتكون زي الريلمي بالظبط، ولكن الاختلاف هنا ان الكاميرا هتكون بدقة 32 ميجا بكسل. الكاميرات الخلفية هتكون ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، ومفيش اي تسريبات عن المستشعر اذا كان من سوني او من سامسونج. والكاميرا التانية هتكون بدقة 13 ميجا بكسل، والتالتة هتكون بدقة 8 ميجا بكسل. ومع ان مفيش اي تسريبات عن سعة البطارية، ولكن التخمينات بتقول انها في الغالب هتكون 4000 ملي امبير. وفي برضك بعض الاراء والتخمينات بتقول ان ريدمي اكس ده المفروض ان هو هيكون البوكوفون اف 2، وكلها مجرد تخمينات، وقريب هنعرف كل حاجه. ده كان كل حاجه الفيديو النهارده. يا ريت لايك وشير للحلقه عشان توصل لاكبر عدد، والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديده اول لما تنزل. شكرا للمشاهده، واشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله.